السلام عليكم سيدي جمال الزروني. انا ممثل لهذا الحفل اللي هو يعني انا تفاجأت بهذا الجمهور وتفاجأت بهذا التنظيم بالنسبة لأول مرة من الدورة الأولى للمهرجان، وتبارك الله كل شيء مشي وكل شيء مزيان. تنشكروا السيد الرئيس وتنشكروا وزارة الثقافة وتنشكروا رجال الدرك وتنشكروا القوات المساعدة اللي سهرت معنا على هذا الحفل حتى ينال إن شاء الله الرحمن الرحيم إعجاب الجميع. سيدي أبو الشهبة هذا الوالي الصالح، وتحياتي لكم انتم كاملين الصحافة انتم تنشكرهم. Yeah.